الله أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيتكم لمرجع فيه جدول ثلاث جداول لعصيبة الزكاة من كتاب الشيخ يوسف القرضاوي فقه الزكاة في سبب تصوير إن شاء الله ثلاث صفحات ستستفيدون منها في معرفة أقسام خاصة زكاة الماشية والغنم والإبل إلى ذلك. لكن وصلنا إلى زكاة أموال التجارة أو ما يسمى بعروض التجارة. صفحة 39 من المجلد الثاني يقول فيها الشيخ الغرياني: مشتورية للتجارة ومشتورية للكرام. قال: يقصد بأموال التجارة الزكاة جميع الأشياء التي يشتريها الإنسان ليبيعها قصد ربح، فيدخل في ذلك جميع أنواع البضائع من حديد أو خشب أو أثاث وسيارات وعقارات أو غير ذلك، إذا اشتريت للربح فيها للبيع والشراء. يعني أول شرط من شروط إخراج الزكاة أن تكون هذه العروض، هذه الأشياء، وقع اشتراؤها للاستثمار والتجارة. فالأشياء التي لا نستثمرها بل نستعملها لا يزكى عليها. مثال: إنسان عنده جرار قرود عند الفلاح، هل يزكى عليه هذا؟ هل يزكي على الجرار؟ لا يزكي، لأنه ما هو معروض للبيع والكراء والتجارة. هو آلة من آلات الحرف والعمل. الميزان والمكاييل اللي يوزن بها التاجر يزكوا عليها؟ لا. السيارة اللي يستعملها الإنسان في المصنع ويستعملها لإيجاد البضائع يزكوا عليها؟ لا يزكى عليها، لأنها لا تباع ولا تشترى، هي من الأدوات المستعملة في العمل. سيارة أجرة، قالت سيارة أجرة عن التاكسي، هل كل عام يزكى عليها؟ لا، وإنما يزكى على الأموال المستثمرة والمستفادة من عمل هذه السيارة. أما هي وسيلة إنتاج آلة، ما زكوش عليها، زكوا على المراوح بتاعها. الأموال الغربية حتى على الأجرة نتاعو يخرج منها الزكاة. سنأتي إلى تفصيل ذلك، أما هذه فكرة عامة على عروض التجارة. كما ذكرنا في الحلي تاع المرأة، زكاة الحلي، قلنا المرأة عندها زوز بلاط وشوية قرات وكذا وشركة أو فرادي تلبسهم في بعض المناسبات، لا تزكى عليها، لأنها مش اشترتهم للتجارة. أما تلقى المرأة عندها غربال زوز خلاخل وعشرة والعشرين فردة وخواته وكذا، يعني مش على قريب كيلو ذهب، فهذه ما هيش تتزين بها في العروسات ولا في المناسبات ولا تلبسهم يوميا، إنما خليتهم للزمان والظروف، ممكن تعاون بهم زوجها، فهذه تزكي، لأنه هذا مال مجمد، واضح في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، فرق بين المستعمل بين المرصود للاستثمار والتجارة. والدليل على وجوب الزكاة في أموال التجارة حديث سمرة قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، يعني الأشياء التي لا تباع ولا تستثمر لا نخرج عليها زكاة. وروي عن عمر أو وروى عن عمر أنه كان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. والقول بوجوب الزكاة في أموال التجارة هو قول جمهور العلماء
سلفا وخلفا من الصحابة ومن بعدهم. يعني ثم شكون خالف ثم شكون خالف ثم عبراء بعدم إخراج زكية عن شيء. أما الجمهور مقصود به الأغلبية، ويدخل في أمور التجارة مشتري بالنية أن يؤجره صاحبه ويستغل كراءه إلى أن يجد فيه ربحا، فإذا وجد فيه ربحا باعه. وغلة الكراء هي من قبيل الفائدة يستقبل بها صاحبها حولا جديدا. أما الأصول التي تنتج الكراء مثل المباني فلها حكم صيغة التجارة، تزكى على أحد ما يأتي طبقا لحالها من إدارة أو احتكار. ومشتري تتضح لما كانت الفصل، ومشتري من البضائع والأموال للتجارة لا يخرج عن ذلك استعمال صاحبه له. فمثلا تاجر السيارات أو البيوت، ما يشتريه من البيوت والسيارات هو من أموال التجارة، ويجب أن يزكيه كذلك حتى لو كان يستعمل بعض هذه السيارات أو البيوت لركوبه وسكناه استعمالا مؤقتا إلى أن يجد لها مشتريا وربحا. ومشتورة نية الكراء من عقارات وغيرها دون أن تكون لمالكه نية بيعه وقت الشراء، فليس من أموال التجارة. إنسان عنده عمارات وعنده أراضي وعنده سيارات، يتاجر فيها، يبيع ويشتري السيارات. كل جماعة اللي عملوا في سوق السيارات، طبعا يشتري بخمسة سيارات، ولكن يركب السيارات هذه مرات يمشي بها يزور أقاربه ويمشي المستشفى. تقول أنت هاو يستعمل، ما قلت لنا اللي يستعمل حاجة ما يزكيش عليها، هذه يستعملها مرات. سيارته هو كما السيارة الشعبية اللي عند تحت يده يتنقل بها يوميا، لا، هذيك تستعمل يوميا وهمش ينحط على التجارة. أن عنده خمسة سيارات شراها من السوق ويدبر في راسه، فولدوا هالسيارة وولدوا هالسيارة وزوجته وهو ولو استعملها مرات لديها معادلة للتجارة، فيجب أن يخرج عليها زكاة يوم أن يبيعها. واضح؟ هذه زكاة لازمة ولو استعملها قليلا، لأن الحكم للغالب كما يقال في القاعدة الفقهية، الحكم للغالب. فالغالب على نية هذا الرجل أنه مش يبيعها. مرة زاد واحد عنده قطعة أرض في حي المسلمين، حاطها زعم باش يبني فيها دار، يا أخي تعسر عليه أمر البناء، بعد فكر باش يبيعها. انهارت لما بيعها، إذا دار عليها عام وباعها يجب يخرج عليها زكاة، لأنها أصبحت بضاعة معروضة للتجارة. فيخرج عليها الزكاة عام واحد. نهار اللي باعها 30 مليون ما قداش مليون، تك خرج بربع العشور، 2.5 مليون. واضح؟ سيدي بالنسبة، سمح بالنسبة لخدمة السيارات، كما قلنا خدمة ثلاثة أو أربع سيارات، يخرج على كل سيارة زكاة ولا اللي كيف؟ كل الزكاة هو التجارة، لأن البضاعة اللي عندنا كل في الحانوت في الدكان. يعني بعد يبيع يعني السيارات كل يخرج عليهم زكاة. نعم، رأس العام يعتبرها مع الفلوس اللي عنده. خرج عليها فلوسكم، هو عنده 20 مليون في البنك، وعنده في الكيسة 5 ملايين، وعنده كذا سيارات حاطهم يبيعها. رأس العام يبيع الكل، طلع 60 مليون، خرج عليها زكاة. حتى لو كان الزلمة يبيعهمش ويخليهم عليهم دار عليهم عام، هو ما بيعهمش. زكاة عليهم ولو ما بيعهمش، لأنهم معرضين للبيع. لأنها بضاعة تستثمر، مش تجيب فلوس. يربح من وراها. كيف زين المصر تتضح إن شاء الله. وإذا نوى صاحب المال المتجر فيه تحويله من التجارة إلى الاقتناء والاستعمال الشخصي، تحول بمجرد النية، لأن الأصل في الأشياء أن تكون للاقتناء. أنا عندي أرض حاطها للبيع، معاها كل شيء حبشت تبيع، بدلت نيتي
أنا قلت خلني فيها حتى عشة ونسكن فيها ونقص مصاري يزيد من الكار. فما عادش نخرج على العسكر، يعني نويت مش ملكة. فوليت أشياء من ممتلكاتي للقنية أو للاقتناء، ما عادش في هذه التجارة. من أنواع التجار قال النوع الأول التاجر المدير كما نبيع في البقول وأصحاب ذلك المعنى هكذا يتقال لهم المدير. شكون يحب يقرأ تفضل. النوع الأول سيدي وهو التاجر الذي التاجر المدير وهو التاجر الذي يعرض بضاعته للبيع في كل وقت مثل البقال أو تاجر الجملة الذي يفتح حانوته كل يوم يبيع ويشتري ويسميه الفقهاء المدير. ويدخل في هذا النوع أصحاب الحرف والمهن الذين يصنعون ويعرضون صناعتهم للبيع مثل الحداجين والنجارين والنساجين إلى آخره. وهذا النوع من التجارة يزكيه التاجر عند رأس الحول الذي بدأ فيه تجارته أو عند رأس حول المال الذي بدأ به التجارة إذا كان رأس المال في ملكه قبل بداية التجارة. وهذا أولى وأحوط كأن يكون للتاجر 1000 دينار ملكها في شهر محرم واشترى بها بضاعة يتاجر فيها في رمضان، فإن الحول الذي يجب أن يزكي فيه تجارته هو محرم وليس رمضان. والمال الذي يزكيه التاجر يشمل النقود التي تحت يده سواء كانت موجودة في محل التجارة أو مودعة في المصرف أو محفوظة في مكان آخر. الفلوس اللي عنده في الكاسة واللي في البنك واللي حاطها في القصة عند المرأة وخذها كل لكم يحسبها بالزكاة زيادة على البضاعة اللي عنده المرأة بيحطها بك. قيمة السلع الموجودة عند وقت وجوب الزكاة المصنع منها والخام إذا كان صانعاً ويقومها التاجر بسعر الجملة الذي يمكن أن تباع به في وقت الزكاة. فقد قال جابر بن زيد عن مال التاجر قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته. يعني إنسان عنده بضاعة يوم راح التاجر هنا مشيته سالي على الزكاة عنده دبه في الدب بتاعه عنده بضايع عنده أشياء بضايع تقعد بالعام اثنين ويبيع فيها ويتاجر هذه البضايع ما شاء الله يعني ملايين وعنده شيء معروف في الدكان في المغازل. فقلت له البضايع اللي عندك هذه تحسبها زاد في راس العقد لانها معادله التجاره. لكن كيفاش تحسبها؟ مش بالفلوس اللي تبيع بها، تحسبها بالفلوس اللي شريتها. انا شريتها بالجمله مثلا الكيلو بتاع القماش ولا بتاع الورق تبيع 500 مللي فنحسبها بسوم الجمله اللي شريت بيه بينما انا بيع فيها بدينار و200 مثلا. فما نحسبش ان روتين كيف فيها في الضرر لاني انا ما ربحتش. فشريت انا 500 نقيمها على سوق الجمله اللي شريت بيه واضح؟ ونضيف بقيه الاموال والاصل اللي عندي. تبدا ببعض انه هذا للكراء مش للبيع. يعني حاطها في دب صحيح وحاط بلا اخرى كما تحكي معروضه لكن كلها للكراء يكفي فيها او شيء بيها. يكفي فيها شنو يكفي؟ ما فيها الكراء تتواول المنتوج بتاعها فلوس بتاع الكراء يخرج منها توجيها كيما صورة كراء البيوت مع الكراء الكراء يخرج من فلوس بتاع الكراء بتاعها زي الوصل. وإذا كانت البضاعة من الأشياء التي تجب الزكاة في عينها مثل الماشية والحبوب وكانت نصابا فلا تقوم، وإنما يخرج التاجر زكاتها من عينها إذا لم يكن خرج عنها في تلك السنة. أما إذا كانت أقل من نصابا فإنها تقوم. يعني كيما قلنا زكاة الماشية كما فهم الغرب اللي هي نعز وضأ كي يوصلوا 40 رأس خرج عليها معلوش مش مقاومها وخرجوا عليها الفلوس لا خرجوا من عينها كما خرجوا من الدار كذلك خرجوا من ديبن هذا مقصود عين. نعم زكاة دين التجارة فقط الدين الذي يطلبه. نعم سيدي إذا كانت أقل من النصاب فإن تقوم شنو معناها؟ يقصد البضاعة تقوم إذا كانت أقل من النصاب قومها إذا كان ما وصلتش للنصاب لا يزكي عليها. يعني تقوم يعني لا
يقصد بها هو يفرق بين الزكاة الماشية الأشياء التي تجب في عينها الزكاة، إذا ما تتخرج من عينيتها هي، ثم أشياء تقوم تخرج منها فلوس، مثلا معنا في بلاد النحل يخرجوش الزيتون لما يجنيه، طبعا احنا مصر جاي الزيتون يخرجوش الزكاة على الزيتون، يعصروه ويخرجوا زيت، العرف التونسي يخرجوا زيت، يعطوا فقراء زيت بعد ما يعصروه. قوموا فرق بين انك تعطي زيتون بين انك تعطي زيت، فباش يحسب عليك العصران تعبتك هذا مش ينقص. سيدي انا اللي كانت العشور مش غالية حسيت كانه فما تضارب هنا في الجملة اللي إذا كان ثم أشياء تقوم وأشياء لا تقوم. إذا كان هي أقل من نصاب يعني هي بطبيعة الحال مش باش تخرج عليها زكاة. عليها هو إضافة. التعبير ممكن ماهوش مستقيم صحيح. اجتهاد بذلك فيه. الدين الذي يطلبه التاجر من الناس ثمن بضاعة أخذت منه ولم يقبضوه ثمنها فتجب عليه زكاته بشرط أن يكون الدين نقدا وليس سلعة وأن يكون مرجو الحصول غير ميؤوس منه وأن يكون قد حان وقت دفعه وليس مؤجلا فقد روي عن ابن عمر كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول فيجمع التاجر هذه الأشياء الثلاثة النقود وقيمة البضائع والدين بالكيفية المتقدمة ويخرج من مجموعها الزكاة 2.5% إذا بلغت نصابا بشرط أن يكون قد باع شيئا من بضاعته بالنقد أثناء السنة قليلا أو كثيرا ولو دينارا فإذا لم يبع شيئا على الإطلاق فلا زكاة عليه في تلك السنة لعدم النماء فقد روي عن ابن عباس في التاجر لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه وروي عن عمر رضي الله عنه إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك واجمع ذلك كله وزكيه هذه هي مسألة الدين إنسان عنده فلوس أنا عندي دين وفلوسي عندي 5000 دينار عند الناس إنسان هون وأنا عندي فلوس أخرى ونجيبش نخرج نحسب الخمسة دائما اللي مسلفها لا قالك لا فيه تفصيل إذا كان أنت على يقين بأنه مش يرجعوا لك الفلوس كما بعض الناس يتعاملوا مع شركات ناظمة يوم 17-18 يصبوا لك المال بتاعك في رصيدك فما ثقة متبادلة فما نظام إداري لكن فما بعض الناس اللي تعطيه الفلوس وتجري وراها معاملتين وزي ما رجعوش وممكن الفلوس كما قال يموتوا على الفلس لا يرجعوش كيفاش نخرج عليها مسكين؟ فأنا ما نخرج إلا يجيو في كفي، إلا ما يرجعوا عندي. واضح الخطر وأن يكون نقدا فلوس الساعة مش سلعة. السلعة خاطر زي ما تتقوم تولي حاجة أخرى. عروض تجارة ولا الوعد شنو السلعة هذه. وأن يكون مرجو الحصول. يعني ثم أمل في أنها ترجع فلوس هذه غير من مسمنة. واضح؟ واضح. وأن يكون قد حان وقت دفعه. لا كلام. ما هوش يرجع بعد 5 سنين. وقت ما تزكيش حتى تجي 5 سنين ترجع لنا تخرج على فلوس اللي عندك ما تستناش. وهذا هذا 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 الامر. الانسان اذا المدير اللي عنده تكاكين وعنده ديال بضائع وكذا يقول لك الى كذا اشياء النقود اللي عنده في الكاسه وقيمه البضائع اللي موجوده في الدكان والدين اذا كان باش يرجع يتيقن منه ويحسبهم كله يخرج عليهم 4 عشر في 0.5% يعني 25 دينار على مليون على 1000 دينار واضح اذا بلغت النصاب السنة قدر لا سمحت المفتي النصاب حوالي 6 ملايين 5 ملايين و 9 ملايين يعني 6 ملايين هو تبقى تشبهها نقصت كنا نستناو باش تزيد وما عملناه ولا 6 ملايين واش تقريبا خير 7 ملايين الزكاة هو قالوا لي في دار الافتاء انهم كان باش يحسبوها بميزان الذهب اللي هو 85 غرام مش اللي يقعدوا فقراء محرومين من الزكاة يعني باش يخرجوا الزكاة قلة قليلة من التوانسة شكون اللي عنده 700 ونص تي موظفين ما عندهمش حتى مليون نهار 17 كل سنة ديما كيما نقولوا في الروج الرصيد نتاعهم فهم حاولوا يقولوا باش يعاملوا الفائدة على الفقراء فقالوا لي نعملوها بين ميزان الفضة وبين ميزان الذهب وتعرف انتم كيما قلنا الفضة أقل من الذهب يعني النصاب نتاعهم وهم يخلطوا من هذا وذاك باش يقربوا شويه للطبقه الفقيره باش تنال نصيبها من الزكاة من اموال الاغنياء هذا هو اللي يطرحها في مجلس الافتاء
الدين الذي تزكى قيمته ولا تزكى عينه. تفضل. فإذا كان الدين الذي يطلبه التاجر من الناس غير نقد بل بضاعة أو كان مؤجلا لم يحن وقت دفعه عند إخراج الزكاة فيجب أن يقومه ويخرج الزكاة عن قيمته وليس عن عينه وعدده، لأن الدين المؤجل قد تنقص قيمته يوم استحقاقه من المدين عن يوم وجوب الزكاة فيه. وكذلك إذا كان الدين بضاعة وليس نقدا فإنه يقوم لأنه لا يعرف قدره إلا بتقويمه. نعم، كما قلنا إذا كان هو شيء حاصل في اليد ما نزكيوش عليه، ولكن إذا متأكدين أنه يرجع فما أنه يرجع نقومه أو نخرج عليه النصيب. إذا كانت بضائع أو الكلام فما يستند في بضاعة ورجع فيها خاصة بين الفلاحين في البلد. الدين الميؤوس منه. فإن كان الدين ميؤوسا منه فلا زكاة فيه حتى يقبضه التاجر، فإن قبضه زكاه لعام واحد ولو بقي عند المدين أعوام. فقد روي عن ابن عباس في الدين إذا لم ترجى أخذه فلا تزكيه حتى تأخذه. إذا لم ترجو أخذه فلا تزكيه حتى تأخذه، فإذا أخذته فزكي عنه ما عليه. نعم، فما ناس تبقى 10 سنين تجي وراه على جنب اليوم ما يعطيكش وقال لك ايش تكلم مش زكي نهار اللي يعطيني ما تزكاني مثلا. وجود الناس هكذا غير الله زكاة الدين من قرض. وكذلك إذا كان الدين الذي يطلبه التاجر من الناس دينا يطلبه التاجر من الناس دينا من قرض وليس ثمن بضاعة فلا زكاة فيه حتى يقبضه، فإذا قبضه زكيه لعام واحد. نفس الشيء، الإنسان لو عليه قرض مرات يزيد يعطي غيره ويزيد يسلف غيره. كما قلنا الآلات وأدوات التجارة لا زكاة فيها، كما السيارة والمكيال والميزان والجراح يخدم بهم مسائل الإنتاج. التاجر المحتكر، اجتماع الإدارة والاحتكار، زكاة شركة المضاربة أو القراض، هذه دخل في المعاملة المالية المعاصرة. نعم. لا، فما قروض ماهيش ربوية، فما اللي يعطي بألف دينار يرجع ألف. لما كل قرض جرى منفعة فهو ربا، كل قرض فيه زيادة فيه فايدة هذا كيتسمى ربا. أما إذا كان فيهوش زيادة فليس ثمة أي شبهة. الناس المسلمين كيفاش يتعاملوا بالقروض هذه؟ ولو كانت تتأسس مع مؤسسة الأوقاف هذه تشوف الناس كيفاش تتحل بشكلها والحمد لله. لأنه الناس اللي عندها حساسية بنصبها الحكام، ها؟ وفقوا عليها؟ ما أظنش. يسألوا بين اثنين، مشروع الأوقاف ما يتعداش أولا لضعف الحكومة هذه المرتعشة خوافة الراكدة وعدم جرأتها، كل ما يسمع واحد على صوته يقول له يطيح خايفة. ولقوة العلمانيين المتطرفين في البلاد حمل شهوة على الله. الصحف تسبه وتتهم والمذياع هاولين وهم والتلافز وكل المنابر مش يرجعونها للدولة الدينية واستبداد مش يشجعون الهاب. امبارح برك نقرا في البارح حتى نقابة المحامين، نقابة تاع المحامين اللي هي بلاد تطرف اليساري، قال واحد مش هو محامين اسمه هو لا عضو الاجهاد، لكن هيك المفروض التقريرات تاع وزارة العدل عضو الاجهاد. هذا رئيس نقابة عضو الاجهاد يقول نظام الاوقاف كارثة على تونس، وهذا كان باش يجيب الشعب كذا باش يكذب ويدجل على الخلق ويجيب افتراءات لاساس علم الصحة. قال هذا يهدد الدولة المدنية باللغة تاع الدولة المدنية، يعني كل حاجة فيها الاستسلام فهم يحاربوها مش لأنها مضرة بالاقتصاد، لا بالعكس الأوقاف مش تعمل بحبوحة، خايفين للمسلمين والأقويين، عارفين أن المسلمين ثقات وعندهم مصداقية عند العباد. الناس كيشوفوا واحد مدين يخاف ربي يربي مراحم عليه ويثيقوا فيه ويعطيه فلوسهم وكل ما عندهم. أنا والله أتذكر مرة في مرات وصرت عملت هيك مشروع تجاري صغير، يعني مرت مرحلة هكا ظرف خاص، فالناس يجيني يقول لي والله شفناك ارتحنا لك ونحبوا يشيلوا من عندك ولا يعرفوني ولا عندهم أي علاقة. إنسان يشوف مرة الدين يرتاح له، قلت خاف يشوف راجل الدين يرتاح. فهم عارفين السمعة القيمة تاع المدينين
وعارفين ان الناس مش تعطيهم الاموال بالمليارات مش بالملايين، فيقول لك هذا ما فيش تغول. يقول لي المجتمع المدني اللي هي الافراد المجتمع الاهلي يقول لي اقوى من الدوله. هي الدوله قال لك 75% من رؤوس اموالها جاي من الضرائب. انتم ما تعرفوا الشعوب ما تعطيش الضرائب كما ينبغي، انها تعرف الحاكم ظالم وتعرف الضرائب هذه معظمها بالكوس ظالمه، موقفهم يعني سيء. انسان يعطي الضريبه كان تحت الضغط، بينما الزكاه يبدي لحلح بيك، يا شيخ راني عندي زكاه وربي يحب يخرجها وربي يعاوني راني نحب نتخلص منها، يلحلح بيك يجي خذ الزكاه تطلع مليون يزيد 200 دينار يقول لي خليها بالوفي، خاطر عنده عقيده. الايمان والعقيده يجعل الانسان في قمه العطاء وفي قمه الايثار وفي قمه التكافل الاجتماعي. المجتمع المسلم والله لو تقرأ تاريخ الأوقاف تقعد حافظ. الأوقاف كانت دولة أقوى من الدولة، قوة اقتصادية ضارة أقوى من الاقتصاد بتاعتهم. السلطان يوصل الخليفة يتسلف من عند الأوقاف، عاونوني راني عندي مشكلة في الموال، راني مش نشتري طيارات مش نشتري معرفش شنو جيوش. هم عارفين المسألة دي. فثم ناس شياطين أبالسة من الغرب من الصهاينة والصليبيين وأعداء الإسلام عارفين أن المسلم لو كان يلقى حرية ويلقى رسمان يقول يحكم في العالم، فيلزم ضرب هاتين الدعامتين، فيلزم المسلم المتدين الصادق يقعد طول حياته تحت صبات حشرة دائما تحت الاستبداد. ولذلك شوفوا ايش صار في مصر، شوفوا الناس بدأت تربي في الريش وبدأوا الإخوان يقفوا على ساقيهم خاف وترعب. مشروع الاسلامي بدا يجيب في شويه ثمار، فلفقوا التهم وعملوا انقلاب عسكري. قاتل الله ابو جمال السيسي، ونسال الله ان يميتوا وان يريحوا من الامه، وكلاب الحمد لله جاته ماكله وقع ضربه يعني ضربه داهيه ان شاء الله تجي في راسه ما عادش يقوم المجرم الخبيث متكتمين ضرب بالنار الحمد لله. ف مغيبين وتوا اسابيع ما كيظهرش يجيبوا في تصاور ولا تقديم يعني يكتبوا على الشعوب تساوي ثم فيسبوك وانترنت زادوا يحلوا. فيلزم المسلم يكون تحت الصبات محاصر، يا اما في السجن يا اما في المقبره يا اما مراقب. حريه لا ما تنفسش وما تتكلمش. ثم ثاني حاجه سياسه التجويع، انتوا لاحظوا شنو مش عاملوا مع المتدينين، طردوهم من خدمه وحاصروهم اقتصاديا، واي مشروع تعملوا الا ويركزوا عليك. توا هما ناخذ مثال الجمعيات، انا نشرف على هيئه الجمعيات الجبهه تاع الجمعيات الاسلاميه. ينقردوا علينا في مجلس تاسيسي بعض العملاء الغرب، وهذا عشنا جواعه وما لناش اثريه ولكن مشروع اخر. الحمد لله دخلك الموت يقول ولادي يرحم الله يرحم الله ويبقونا كان رجل. صحيح. فقراء لكن شرفاء بفضل الله، بركة على حد وسرقة هكذا. فالتاريخ لما تشوف يعني سياسة التجميع الممنوعة لأي شيء باش يقعد الإنسان في دين. نحن قالوا جمعية دين الإسلامية لازم نراقبوها، راهي يجيها تمويلات، ما فماش تمويلات ولا يحزن، أنا طوف في الولايات مرة عن اجتماع الجمعيات وكذا، أكبر مشكل عند الجمعيات هو التمويل. يوصلوا كذا جمعيه، عشرات الجمعيات تحلت في تونس، بس بما قاموا يصرفوا، ما فماش تمويلات. الناس ديما عندها حساسيه وديما تخاف وتحسب كما قلنا، قبل واحد 10,000 يعطيها يعملوا له تمويل لجمعيه غير مرخص فيها الهدي وكذا باش يدير حبس، فالناس مازالت عندها حاجز نفسي، مازالت معقده. هما الجمعيات بتاع ديدي تونس وبتاع الجبهه الشعبيه اللي تجيها مليارات تتصبلها مباشره من قبل اسرائيل وفرنسا وامريكا والاتحاد السوفيتي ولا واحد يراقبها. والغريب الحكومه تسطر عليهم ساكته خايفه منها. والله غريبه يجي من الاحمر هلكنا مضطربين. الولاد يفضحوهم ناس مجرمين مليارات تتصب. لو تشوفوا الاجتماعات بتاعهم لو تشوفوا الحفلات بتاعهم والندوات يعني تمول بالمليارات ويحضروا لها كعبتين وكعبه. ونحن من فضل الله رغم كل ذلك تعطي اجتماعاتنا بالالاف والناس تقع في الشوارع. وفضل الله خاطر الناس تجي لله وجاي لمصالح. فهم يحبوا يجوعوا المسلم ويحاصروه لاي شيء حتى ما يتمش يعني انجاز المشروع الاسلامي و
تطبيقه على العرف، خاطر عارفين المشروع الاسلامي يسحب. لو كانت تبقى دوله اسلاميه على القواعد الشرعيه صدقني ان العالم كله يقول يطالب بتطبيق هذه الشريعه، انها شريعه سمحه والحمد لله، لكن هم يروجوا ديما فك الصوره النمطيه القبيحه، ويجيبوا في نماذج بعض المجانين اتباع وليدات الصحوه الاسلاميه يرتكبوا اخطاء ويضخموا فيها ويقولوا ها هو الاسلام، هذه الشريعه اللي يحكوا عليها، راي ارهاب وقتل ودماء، لكن مش صحيح. نحن نتبرر من الدماء ونتبرر في عالميه لا علاقه لها بالاسلام. الاسلام دين رحمه ودين عمل ودين كد. مؤسسه الاوقاف يعني كما يقول الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله من مبتكرات الاسلام. لم يقع في التاريخ نظام الاوقاف بتاتا. الاسلام اول من ابتكره على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت ازدهار شفوه في الدوله العباسيه والحضاره الاندلسيه في الاندلس شيء رهيب، يعني قوه رهيبه. ما فماش يجي عام، ما فماش فقير، ما فماش انسان عنده اعاقه ولا عنده مشكله وتعب في حياته، لانه عنده اوقاف خاصه به، اوقاف خاصه بالعميان وخاصه بالزوجات اللي البنات ما عرسوش، والانسان الطبخين عندهم اوقاف وجمعيات خاصه بهم، والحيوانات عندها اوقاف، وعبر السبيل والشباب والشياب كل واحد عنده اوقاف خاصه. الانسان لما يعرف انه هذه في سبيل الله والحاكم ما يدخلش فيها يعطي كل ما عنده، خاطر عرفها في سبيل الله صدقه جاريه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا مات ابن ادم انقطع عنه الا ثلاث، صدقه جاريه او علم بثه في صدور الرجال او ولد صالح يدعو له. هم على يقين وان مشروع الاوقاف اللي موجود في الغرب الان فونداسيون، معظم الجامعات الامريكيه والجامعات الاوروبيه الاف كلها الاوقاف لكن بطريقه اخرى. فعلاش احنا في امريكا في اوروبا وحرب علينا نحن وبدل عن المسلم معظم الطفل الاوقاف؟ نحن كذا واحد عنده راس مال من اصحاب المصانع وكذا يقول راني عندي فلوس لكن نحب نحبسها. شوفونا طريقي يا جماعه، نحب نموت وانا نتهني وهذا المصنع هذا يحبس على الفقراء. يقول لك لا، تو المسلمين يتغولوا. اه المسلمين ايش بهم؟ ماهمش ولاد بلاد؟ لا، بالنسبه ليهم نحن اجانب، نحن غرباء، ما يلزمناش لا نحكم ولا نتمكن ولا نعمل حتى شيء. ولكن باذن الله لو المسلمين يتشجعوا شوي ويسترجعوا تو تشوف باذن الله يولوا عندهم كلمه. لكن اللي يهلكنا واللي يخذلنا هو الخوف والجبن بتاع المسلمين. احنا توا نعانيو في المصيبه هذه. لو ما عادش نلوجوا على بصراحه المتدينين وعلى المساله الشرعيه والاسلاميه، ولينا نلوجوا حتى على رجال الشرفاء. توا هذا مسكين مازور يتموا فيه ياكل في الحمص وكذا، والله هو ارجل من حزب النهضه. ارجل منهم والحمد لله، لانه كان عنده جرم، كان عنده بطوله وهبط الكتاب الاسود. اللي احدث زلزال في تونس بين الجماعه بتاعنا نحن اللي ما تعرفش واللي ينتقدوا فيه واللي يسبوا فيه مش وقته. يا جبناء اسكتوا، احشوا على قلب اسكتوا، كيف ما تجرأتوش باش تعملوا عداله انتقاليه، باش تكشفوا الملفات، باش تحاسبوا الجلاديين اللي كانوا معرينكم ويصعقوا فيكم بالكهرباء ويعتديوا عليكم. على الاقل اسكتوا، خليهم الرجال تتكلم ولا يحلفوا فيهم. اه هذا ما يشرفش الاسلام. الاسلام بريء من المجرمين القاعدين يسيلوا في الدماء ويعملوا في الغلو. اه وبريء من انقطاع بتاع النهضه ومن الجبن بتاعها. مش النهضه كلها، حزب النهضه اللي يحكم. اما النهضه فيها شرفاء فيها ابطال، وقريبا سيرفعون رؤوسهم وسيخرجون على الجبناء دوما وسيقولوا كلمتهم باذن الله تعالى. الاسلام دينا رجوله ودين بطوله، مش دين ارتعاش ودين مصالح، كل واحد يلوج على الكعكه، عجبتهم الطراوه بتاع الكراسي وعجبتهم المكيفات، ما عادش يحب يسلموا فيها. كان ياكل في الجميله واحد مع الجاره، كيفاش باش نفرطوا الازاره والسفاره والاداره؟ لا لا لا، المسلم يموت ولا يموت في السجن ولا يموت حتى مع عشرين، لكن يموت على حق، يموت راجل، مش يموت جبان باش تلعب بعض الناس يوم القيامه يقولوا راهو خالد، راهو ضد، راهو غني. ورب العالمين يقول لنا: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. الان خيانات المشروع الاسلامي بهذا معنى الكلمه. فلازم واحد يكون واضح. نحن ما عندناش حتى علاقه ببعض، عندنا كان علاقه الاسلام. اطيع ربي نحطك على راسي بعيد. بعدت على ربي لا تعرفني ولا نعرفك. ورب العالمين هددنا، قال: وان تتولوا
يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون على الله. بعد الثورة تسمع في كلام تعجبها لا تجمعين ولاد بلادنا هما وتوانسة لازم نصبوا عليهم ونرحموا بعضنا وما نحبوش الانتقام والتشفي وجماعي رافعين شعار عايدوه وبنى عليه أرجع منكم وتوركم ومازالنا نكذبوا ومازالنا ننافقوا أعوذ بالله هذا هو ماشي يعني أمر عجيب والله الإنسان يدوخ مخه ويوقف مرات تقول يشك تقول زعما هذوما مازالوا منا مسلمين ولا تحولوا فحسب الله ونعم الوكيل نحن لا نرضى بالخيانة ولا نرضى بالكذب وتزوير التاريخ والتبجيل دستور يعني كله خزعبلات لا فيه لا دين ولا فيه لا بند التجريمة تعدي على المقدسات ما حطهوش بند التجريمة على التطبيع العصري ما حطهوش البند 141 اللي يضمن إسلام الدولة نحوها أحليه وش خليك زمان والله الدستور بتاع 50 10 في الدستور هذا على الأقل فيه حد إسلام لأنه هذا في الدجاجة تاعه غيره يحكي على حقوق الإنسان وحرية الضمير يعني هو ولدك يطلع نصراني ولا يهودي من عبادة الشيطان ممنوع عليك تتدخل في شأن حرية الضمير يزيد بعد حرية تستعرض حرية الشذوذ الجنسي والزواج المثلي وكهرباء خلينا ندخل في نظام السياد نظام الغرب ما حدش لدين ولا ملة تكهرباء فحسب الله ونعم الوكيل يجب أن نقول كلمة الحق والمداهنة هذه ما تصلحش نحن ما نجي تجمعين قوادة للرؤساء لا إذا كان يستقيم كما قال سيدنا أبو بكر قال إذا أحسنتم فسددوني وإذا أخطأتم أو انحرفتم فقوموني بحد سيوفكم فنحن نتعاون في سنة قومه كائنا ما كان ما فهمناش يعني مدارات لا هذايا تبعنا لا تبعنا لا تبعنا أنا تبع الإسلام كما قال الشاعر أبي الإسلام ولا أبي سواه إذا افتخروا بقيس الأوطاني سامحوني على استطراد هذايا لأنه ممكن نشوفوا حالة أمة نتاعها وحال بلادنا والله يبدا يبكي واحد ينوح في الخلوات نبكيو على الهمة نتاعها على الشيء اللي هبط على رؤوسنا بلاد فيها رجال فيها شرفاء ولكن الحكام خذلونا اللي في رأس الحربة ذلونا فنحبوا نحن الناس أبطال كي تسمع ظروف العيادي اللي كان أحمر شيوعي أكثر من حمل همام بالله جلست معاه في اجتماعات وجاي يحضر في الخطبة بتاعي يتقعد معاي في جلسات خاصة رجل فاضل يقول كلمة الحق ويدافع عن الأسنان في المنابر والبلاطوات بين أولاد الحركة الإسلامية جمناء يرتعشون يكذبون على التاريخ ويزورهم نحب رجال نحن نريد رجالا لا نريد لا الحي ولا خمارات ولا كذب نحب رجال فقط هذا هو فربي يرزقنا بالرجال الشرفاء وبالنساء كذلك الشريفات خلنا شيء صبي على تويتر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. صفحة 46 زكاة المرتبات يعني الشهريات تفضل وكان تأثر الشيخ الغرياني بالشيخ القرضاوي الشيخ القرضاوي عنده كتاب ممتاز كتبت في دارة تمشي محبتكم تشوف لنا تصور حواشي تجيبهم كان جداول زكاة فقه الزكاة هذا يعمل فيه دكتوراه نتاعو ربي يباركهم ويطول عمرهم فكانت ما شاء الله دراسة ممتازة
الطبعة البارح شريتها الطبعة 26، الطبعة السادسة والعشرون، تصورت وكل طبعة بالألف، يعني أضرب ألف 16، كتاب راج، ثم ترجم إلى عدة لغات، من أروع ومن أمتع ومن أعظم المراجع في فقه الزكاة، اللي عندها علاقة بالمصرفية، المالية، الاقتصاد الإسلامي، هو كتاب فقه الزكاة الشيخ خلاف مطبوع في مجلدين، تو تشوفوا مجلد أحد المجلدات. فيرى الشيخ القرضاوي أن الإنسان اللي شهادته قوية كذلك يزكي، ولكن لا، فالإنسان ناخذ طبيب، بارك الله فيك، وزع على صديقاتك، الطبيب هي على قد عددكم 12، الطبيب العيادة تاعو 50 دينار، تصور، واحد هكا مختص تمشي له 50 دينار. يعني عنده 10 مرضى في النهار، قداش؟ 500؟ 500 في 10، 5000، 5000 في 3، يعني حوالي 15، نقولوا 13 مليون، نحيوا أيام الأوطان، شهرية الطبيب 13000 دينار في الشهر، 13 مليون، هذا يوم مستمر حتى يعمل عام، هذا دخل الإصابة، يعني الستملايين عنده كل جمعتين عنده ستملايين، فالطبيب وغير الطبيب، الناس توا تاجر في الالكترونيك وفما عندهم ما شاء الله المؤسسات عندهم الشهرية تاعهم المليارات. شيخ نشوفوا ماذا قال الشيخ الغرياني في هذا الامر، زكاة المرتبات خاصة العالية. تفضل اقرا، شكون يحب يقرا؟ تفضل انت. الفائدة المتجددة من النقود يكون لها مواعيد متعددة لدفع الزكاة، وعلى صاحبها أن يحصي كل مبلغ يجدد له منها. تجدد له منها ويحسبه متى بلغ النصاب ويثبت تاريخ ذلك، وهي عملية شاقة خصوصا في المرتبات والأجور، حيث يصعب على الموظف تمييز ما بقاله من مرتبه في كل شهر عن الشهر الذي يليه، وهل يعد ما يسحبه عند رأس الشهر من مرتب الشهر الجاري أو من الشهور السابقة، وهي مسألة يصعب تحديدها. ولذلك فمن الأيسر والأوفق أن تعامل المرتبات معاملة الربح المتجدد في التجارة، يضم إلى ما قبله إذا بلغ نصابا، فمثلا إذا قلنا نصاب النقود 500 دينار وبدأ الموظف من شهر محرم يوفر كل شهر 100 دينار، فإنه في جمادى الأولى يجتمع له نصاب 500 ويزكيه من مرتبات الشهور اللاحقة في جمادى الأولى من السنة التالية. يزكيه ما دام رصيده لم ينقص من جمادى السنة الأولى إلى جمادى السنة الثانية عن 500 دينار، فإن نقص في الشهر من الشهور فإنه يبتدئ حساب السنة من الشهر الذي اجتمع له فيه نصاب 500 دينار مرة أخرى وهكذا. وهذه الطريقة لمعرفة ما تجب فيه الزكاة في المرتبات تنطبق أيضا على أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والمقاولين، فإنهم جميعا يحسبون ابتداء عام الزكاة من حين أن يجتمع لديهم نصاب من المال وما وفروه بعد ذلك من الدخل، كله يزكى عند رأس الحول الذي اجتمع له فيه النصاب. يعني كلام العادة تاع الفقهاء أنه لازم يدور عليها حول كامل. أو كعلق في الهمش ماذا قال؟ قال وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم فقالوا إذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة، أم الفتح القليل غير ذلك. سيدي يعني هو يخرج على إذا كان المرتب بتاعه يعني يخرج على كل ما يلم النصاب يخرج عليه الزكاة، يزيد فكي يحول عليه الحول يزيد يخرج الزكاة نتاع الحول هذاك. لا ينتظر حتى يحول عليه الحول، لكن يبدا يحسب من يبلغ النصاب، فمن يحسب النصاب نتاعه يبلغ فيسح، يعني فيسح تجي عندها من 5000 دينار وغيرها من الاشياء هذه، فلازم يحسبوا من نهار اللي بلغ النصاب، فيحسب خرج عليه الزكاة. زيد وصف الربح حتى تتضح لنا الامر. المراد بالربح الفرق الذي يزيد به ثمن البيع عن تكلفة السلعة، وهذا الربح في الزكاة حول أصله الذي يولد عنه ولو كان الأصل غير نصاب. فمن اشترى سلعة ب 500 في محرم
وباعها بربح 200 في رمضان فإنه يزكي 500 ويرفع 200 جميعا في المحرم. هل أنا واحد عنده نساء عنده 6000 دينار وإذا بها ربح قبل الأسبوع الذي خرج الزكاة جاءته 10000 دينار أخرى ما قعدوش نستناو حتى يحول عليها الحول لكن 10000 يضم هذا رأس المال يضم هذا 5000 دينار يخرج على الكل هذا المقصود ما نستنوش حتى يحول الحول على المرابيح اللي جات فما لازم انها مرابيح ما شاء الله تدخل كل اسبوع كل شهر فهو يزكي على الكل واضح ما دام بدا يحسب من يوم اللي بلغت النصاب انا عندي 6000 دينار فبعد عام قبل بشهر تقريبا جاتني فلوس دخلت لي اكثر من اللي يعني حاصل في رصيدي فنحسب على كل خرج لها في نص في المئة واضح؟ لا تفضل ومثل ربح نسل الحيوان كما تقدم وكذلك غلت سلعة اكتريت اكتوريت اكتوريت في التجارة مثل ما اكتوريا دارا مثل ما نكترى دارا مثل ما نكترى دارا بمئة دينار لا يسكنها بل لا يسكنها بل ليكريها فأكراها بخمسين فإذا حول الخمسين هو حول فإن حول الخمسين هو حول المئة كما يأتي والدليل على أن حول الربح هو حول أصله قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ورجع الفضة فدل على أن ما بلغ خمس أواق وهو النصاب تجب فيه الزكاة وهو يعم المال وما تجدد عنه من ربحه ولأن الربح نماء حاصل عن المال نفسه فهو فرع أصل المال له حكمه بخلاف الفائدة فإنها مال جديد لا صلة له بما قبله واضح يعني الإنسان كل ما يزيد على رأس المال مهما كان عند الربح والفائدة اللي حصلت له يضمها بعد الحول إلى رأس المال الأصلي يخرج عليها كذلك زكاة حتى وإن كانت هي مرابيح جاءت من ذلك المشروع. تفصيلات أخرى في المسائل هذه الغلة التي تكتسب من التجارة والمقتولية الأسهم والسندات زكاة الأسهم زكاة المال المغصوب والمال الحرام المعدن والركاز المعدن والركاز الإنسان يلقى كنز في داره كذلك يجب أن يخرج عليه لكن توا شكون باش يمشي للسلطة ويحرك كل مرة لقيت كنز خاصة لو ظهرت عملية إخراج الكنوز بالطرق المحرمة وهكذا يستدعي العرافين والسحرة والمشعوذين والطريف أنه السلطة اللي في البداية كانت تتنعش من وراء هذه التجارة المحرمة فيروى أن سيدة القصر المجرمة ليلى بن علي كانت عندها فريق كامل من العرافين والسحرة منهم أكشاري أكل إذا تصدر قناة الجنوبية اللي يعمل في حصة بتاع شعر كذب ودجل ويقرأ في الحظ بتاع الناس هذاك كان يعني من كبار سحرة القصر فأصبح الآن يتصدر الشاشات ويكتب وينشر الشعر وبتاعه بين الناس يستخرج الكنوز بطرق المحرمة ويبيعوا للأفار بلا ذهبها يعني ما خلوا فيها حد شيء كل حاجة تجيب فلوس هذا ما تجيب فيها والمصيبة متواصلة عملية هذه الآن ولا محاسبة ولا شيء ولا يقول الله ولكن الشيء اللي يحس في نفسه أن بعض المصلين وبعض الناس اللي يدعي والتدين دخلوا فيها المسار هذا في هذا الانحراف هذا فتلقى بعض الناس يدعي أنهم مصلين وكذا ويمارسوا في هذه الشعوذة في هذا السحر ويفتحوا في الكنوز وهذا عمل محرم للكلام لأنه ما يخدموك الجن إلا وتكفر وتمارس الشرك وتخرج من الملة الإسلامية هذا معلوم ولا كلام فنصيحة لكافة المسلمين والمسلمات بألا يخوضوا هذه المسائل اللي يحب يطلب رزق يطلب عند رب سبحانه وتعالى من طرق المشروع قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق والرزق يطلب بالطرق الحلال وليس بفتح الكنوز و الدخول في الشعوذة والسحر وممارسة المحرمات وتسمع مرات بعملية اختطاف لبعض الأطفال اختطاف الأطفال يستعمل لاستخراج الكنوز فالشيطان يأمر الأعمال بتاعه بأنهم يذبحوا إنسان طفل صغير
وبنت صغيرة على أكاذيب في الكنز إرضاء للشيطان تقربا قرابين هذه شركيات والعياذ بالله وهلة لغير الله فوقت يدلهم على الكنوز وتستخرج بطرق كلها سحر وكلها شركيات وكفريات والعياذ بالله ربي يحفظنا ربي ينجينا. هنا إشارة في المعدن والركاز نقرأ بعض منها إن شاء الله لأنه ممكن تحصل الإنسان في أخبارها فكرة ولا كلام. شكون يحب يقرأ يتفضل. تفضل بنت يقرأ. المعدن بالكسر، المعدن بالكسر الباء. المعدن بالكسر يطلق على موضع استخراج الجوهر. الجوهر. الجوهر كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. ويطلق أيضا على ما يخرج من الأرض بهذه الجواهر ويحتاج إلى عمل وتصفية والإطلاق التأخير هو المراد هنا. ما ملكية المعدن؟ ملكية المعدن لبيت مال المسلمين إن كانت الفيافي والصحراء التي ليست مملوكة لأحد وذلك بالاتفاق عند علمائنا. وإذا كانت الأرض مملوكة لشخص معين فملكيته أيضا لبيت مال المسلمين على الصحيح لأن المعدن قد يجده شرار الناس فلو لم يكن أمره إلى حاكم المسلمين لأدى ذلك إلى الفرج والفوضى والتزاحم عليه والقتال ولو لي الأمر أن يعطى المعدن لمن يعمل فيه لنفسه مدة من الزمان يستخرج معادنه مقابل جزء معلوم يعطيه لبيت المال فتجب الزكاة على القائم به فيما استخرجه لنفسه إذا بلغ نصابا ولا تجب الزكاة في حصة بيت مال المسلمين لأنها ليست مملوكة للمعين ويجوز لولي الأمر أن يحتفظ بالمعدن كله لبيت المال ويؤجر عليه من يقوم بإخراج واستخلاصه ولا تجب فيه زكاة حينئذ ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلاد بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفروع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. هذه مسألة هي نادرة وقل لو نادرة تلقى واحد يكتشف كنز في بيته يمشي للسوق يقول له لقيت كنز. إن ثم أزمة ثقة وانعدام الثقة. الناس إلى الآن ديما راوا الحاكم ظالم ومتعدي على حقوق الناس ولذلك هم يفرون من دفع الضرائب كما ذكرنا ولا يمتثلون لأوامر القانون. لأن ما ثمش عدل ولا كلام ما ثمش تطبيق لدين الله عز وجل. فالأصل كان في الدولة الإسلامية أن الإنسان إذا وجد الإنجاز يرفع أمره للسلطان والسلطان يعطيه حصة ونصيب من ذلك الأمر ولكن يستخرجه لبيت المال المسلمين وهذا أمر قد غاب لنا وقل أو نذر أن تجد فيه من يسبق في هذا الأمر. هذا يسمى الإنجاز. أقرأنا الإنجاز صفحة 54. ما هو الإنجاز؟ المال المدفوع في باطن الأرض. الركاز هو المال المدفون في باطن الأرض قبل الإسلام سواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك مما له ثمن مثل النحاس والرخام والتحف والآثار كل ذلك يجب على من وجده إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا لما جاء في الصحيح وفي الركاز الخمس ويصرف الخمس في مصارف الفي في مصارف المسلمين العامة يأخذ منه الغني والفقير على حد سواء ولا يختص بمصارف الزكاة. ما دفن في الأرض كله ينتفع به المسلمين كله. ملكية باقي الركاز بعد إخراج الخمس تكون بواجده إن وجد في أرض صحراء غير مملوكة لأحد وكذلك إذا وجد في أرض ملكها صاحبها بإحياء أو ميراث فهو للمالك أما من اشترى أرضا فوجد فيها ركازا فهو للمالك الأول أي البائع
الذي ملكها بإرث أو إحياء أو إحياء مواد مواد إن علم وإن لم يعلم فهو نقطة كما سيبقى حاجة طائحة فهو نقطة. وإذا وجد الكنز في بابات الأرض مطبوعا بطابع المسلمين فليس إيجازا وإنما هو لقطة يعلن عنه ليعرف صاحبه صاحبه غلب على الظن انقراض صاحبه وضع في بيت الماء ولا زكاة فيما أخرجه البحر من عنبر أو لؤلؤ أو سمك وهو لواجده. هذه إشارة زكاة التركة. تفضل شكون حد قرأ تفضل قرأ أقرأت زكاة تؤخذ الزكاة من رأس مال التركة قبل فرض صلاتها بين الورد في الحالات الآتية. إذا مات مالك المال بعد وجوب الزكاة عليه وهو بنود الحول على ماله ولم يخرج زكاته فإن الزكاة تؤخذ من التركة قبل فرض لأنها وجبت على الميت قبل موته فهي تؤخذ من ماله سواء كان المال نقدا أو حرفا أو ماشيا. واضح إنسان مات وحل يحاول مخرج الزكاة قبل ما يدفنوه قبل ما تتوزع التركة يخرج حق الفقراء فيخرج من التركة قبل أن تقسم على الورثة يعني صاحبها مدان يعني عنده دين. تفضل. ثم إن اعترف الميت ثم إنه إن اعترف الميت بوجوب الزكاة عليه في ذلك العام وأوصى قبل الموت بإخراجها أو لم يوص بإخراجها ولكن الورثة يعلمون أنه لم يخرجها فإن الزكاة في الحالتين تؤخذ من التركة جبرا قبل قسمتها. فإن لم يوص الميت بإخراج الزكاة وعلم الورثة بوجوب الزكاة في ماله قبل موته ولم يعلم ما إذا كان إخراجه قبل موته أو لا فلا يجبرون على إخراج الزكاة من التركة قبل قسمتها وإنما ينصحون ويؤمرون بإخراجها من غير جبر وهذا في غير الحرف والماشية. أما الحرف والماشية فإن الزكاة تخرج من التركة قبل قسمتها ولو لم يوصي بها ما دام الورثة علموا وجوب الزكاة فيها لأنها من أموال الضمير. نعم. ثانيا نقص الوقت إذا مات المالك قبل وجوب الزكاة عليه وهو متين يستغرق الدين جميع أمواله وكان في تركته حرف أو ماشية فإن تركته تكون جميعها لأصحاب الدين بعد إخراج الزكاة من الحرف والماشية ولا شيء للورثة ووجبت الزكاة في مال الميت مع وجوب الدين لأن الدين لا يسقط زكاة الحرف والماشية كما تقدم. نعم. النصل هو إذا مات المالك وإذا مات المالك قبل وجوب الزكاة قبل وجوب الزكاة في ماله قبل وجوب الزكاة في ماله فلا تجب الزكاة في ماله قبل قسمته وإنما تجب الزكاة على الورثة. لازال خطر الحول ما دارش لازال لا تجب بعد الزكاة في ماله يعني فيزكى كل وارث حصته إذا بلغت نصابا فيزكي كل وارث حصته إذا بلغت نصابا بعد حول من قبضتها إذا كانت عقيمة وإذا كانت يعني إنسان مات وخلى ملايين جاءت حصتي أنا 6 ملايين فإذا يدور عليها عام كامل لأنها مخلصة ملكية أنا في رأس العام دور عليها عام كامل مش خارج الزكاة الرجل مات بريئة ذمته وليت أنا مسؤول على الفلوس لكن جاء في نصاب قلت أنا أقل من النصاب ما زكيش. واضح؟ زكى أيضا بعد حول من قبضتها إلا أن يكون للوالد ماشية أخرى من غير التركة تبلغ نصابا فإنه يضمها إليها ويزكيها معها عند حولها. لكن قلنا زكاة الماشية تضم بعضها البعض كما عنده خلفيات فيها عليها الشهور ناس وكذا تضم بعضها إلى بعض. وإذا وقفت التركة عند أمين وبقيت سنين قبل الفصل فيها وقسمتها فقيل تجب زكاة تلك السنين التي مضت قبل قسمتها وقيل إنه لا زكاة فيها إلا بعد سنة مقررة. ثم بعد الميراث يبقى معطي سنوات وما يتقسمش ثم مشاكل من الورثة ثم قضايا في المحاكم فليش الفقراء يحرموا فتجب زكاة في السنة التي مرت عليه هذا الأول لأن الفقراء عندهم حق في التركة وقادم الورثين يتصارعوا له فيخرجوا عن حق الفقير في ذلك. شوف زكاة المال الموقوف للصدقة والإحسان نجيب للأوقاف هل فيها زكاة ولا لا؟ تفضل. تجب الزكاة فيما وقف لتوزع بدنه أو يستفاد من منافعه مع بقاء ذاته
سواء كان عين او حيوانا او ثمار، وسواء كان من معينين، سواء كان من معينين من الناس كثر الفلان او غير معينين مثل الفقراء ومثل المشاريع الخيريه والمساجد ونحوها، كل ذلك يطالب بذلك الذي ثم تعليق في الهامش قال الشيخ البلاني: ومن علمائنا من يرى انه لا تجب الزكاه في كل مال وقف على ما لا تتأدى منه العبادة مثل المساجد والرباطات وغيرها. يعني كم خير في المسألة؟ لذلك كل ذلك يطالب بذلك. الذي أوقفه أو الناظر المتولى أمر المتولي أمر الوقف إخراج الزكاة من مال الوقف ذاته إذا وجبت فيه الزكاة، ومثل ذلك العين من ذهب أو فضة أو من فضة إذا وقف فيه يتسلفها من يحتاج إليها ويرجعها، فإن الناظر يزكيها إذا مر عليه الحق وهي نصاب دون أن يتسلفها أحد، فإن تسلفها أحد فإنها تزكى بعد ردها زكاة عام واحد مثل الدين، ولو بقيت عند من تسلفها أعواما ووجبت زكاة غلة الوقت فيما تقدم لأنه لما كان القائم على أمره هو ماء أو نائبه وهو نار، فكأنه مال لا يزول على ملك صاحبه فوجبت فيه الزكاة. واضح، يعني هي الأوقاف ملك على صاحبها. عنده إنسان مزرعة فيها إن شاء الله من الثمار هكتارات من الزيتون والرمان والتفاح وكذا، فجاء الحصاد تحت رب قال له يا رب حقهم يوم الحصاد، صحيح هي موقوفة على الفقراء، لكن كذلك هي ما دامها مال قاعد يثمر فيلزم الخرج والفرض، لأنه الأوقاف هي ماشي فرضي، هي عمل تطوعي. أنا أحب أوقف مالي للناس، عفوا، بعض الأطار، بعض الشركات، بعض المشايخ وطلبة العلم، لكن الفقراء عندهم حق قبل هؤلاء في الزكاة اللي هي فرض، والأوقاف تجيش مرتبة ثانية، فما دام جاء الريعة والثمار تاع المال هذايا، فنخرج الزكاة بتاعه ما دام المالك بتاعه حي موجود الحمد لله. إن شاء الله مش نشوف مصارف الزكاة الحكومية اللي قال فيها ربي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية أسبوع الأخرى بإذن الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الله أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، سامحوني ثم سؤالات من بنات الهاش. أشار إلى أن بعد الاستراحة إلى أن المرأة إذا طهرت بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الصبح فإنما يجب عليها أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، وإن لم تفعل تأثر، ولكن المرأة يصعب عليها التحقق من طهرها ما بين صلاة العشاء والصبح، فهي آثمة. تجتهد رب خاف أن تقول ما استطعت، إذا كان حست بروحها بأنها طاهرة وتيقنت وبالعدد الأيام وقعدت حتى تقريب الصباح ما فهمت حتى شيء، فمن باب براءة الذمة أنها تصلي المغرب والعشاء ولو تقضيهم. ثم بعض النساء تطهر كسولات تطهر وتأخر الغسل بتاعها اللي يوفرها كافي، يجوز استعمال لحاف يحتوي على بعض الطيور الصور. الأولى ما نعرفوش حاجات فيها تصور أرواح، لكن إذا كانت زربية وتدس بالأقدام لا بأس، كل الوعاء تتهم لا بأس، مش معلقة في حياتها هكذا معظمة. يوم الأربعاء درسنا في المعهد الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة بعد الصلاة إلا أني لم أصلي مع الأذان مباشرة، إلا أن أصلي الساعة الثانية ما فهمتش شيء، صلاة الظهر متأخرة. لا مع الأذان، دي صلاة في أول الوقت فيها أجر. هل يجوز لبس المعطف فوق العباءة؟ لا بأس، مش مشكلة. هل من كذا قراءة سورة الأعلى وكيف يكون في صلاة الشفع؟ نعم من السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الأعلى والسورة قل يا أيها الكافرون في ركعتي، إذا قرأ الركعة الثانية في سورة الإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.